راح نكمل أمثلة على موضوع حركة المقذوفات. نأخذ مثال، في عندنا شخص هون قذف حجر بزاوية 30 درجة بسبيد 20 متر لكل ثانية. ارتفاع الحجر عند لحظة الإطلاق كان 45 متر عن سطح الأرض. رح نعتبر الأوريجين هي نقطة الإطلاق الحجر، أوريجين بمعنى X تساوي صفر Y تساوي صفر، ورح نعتبر هاي اللحظة هي اللحظة صفر. إذن Y كوردينيت للأرض بتساوي ناقص 45. الفرع الأول مطلوب نحدد إمتى الحجر بيرتطم بالأرض، بمعنى إمتى الإحداثي Y الحجر بصير ناقص 45. بداية نوجد المركبات الفيلوسيتي فيكتور عند اللحظة صفر اللي هي الانيشال فيلوسيتي. الانيشال فيلوسيتي بتساوي 20، مركبة الاكس بتساوي السبيد اللي هو 20 ضرب كوساين 30، لانه مركبة الاكس هي المركبة القريبة فبنضرب بكوساين 30، مركبة الواي بنضرب بساين 30. هيك أوجدنا مركبة الإكس ومركبة الواي للفيلوسيتي. نرجع لمعادلات الكينيماتيك إكويشنز، بنلاحظ إنه بهاي المعادلة واي فاينل معروف تساوي ناقص 45، لأنه الحجر رح يضرب بالأرض، فإذا رح يكون إحداثي تبعه ناقص 45. Y initial بتساوي صفر، لأنه يعني عند اللحظة صفر الحجر كان موجود عند الأوريجين. ال VY initial معروفة اللي هي الكمبونت الفيلوسيتي عند اللحظة صفر، والتايم مطلوب نحسبه، وG معروفة اللي هي free fall acceleration 9.8 متر لكل ثانية تربيع. إذا رح نستخدم هاي المعادلة عشان نوجد التايم. فعلا هاي المعادلة استخدمها، عوض فيها y final ناقص 45 y initial 0، مركبة ال y عند الزمن 0 تساوي 10، ال g ناقص 9.8 بضل مجهول التايم، أوجده 4.22 سكند. المطلوب الثاني نحدد السبيد للحجر مباشرة قبل ارتطامه بالأرض. عشان نحسب السبيد بلزمنا X component وال Y component لل velocity عند هاي اللحظة. ال X component معروفة لأنه ال velocity باتجاه X ما بتتغير لأنه ما في acceleration هذا الاتجاه، بينما باتجاه Y بلزمنا نحسبها. أول معادلة من معادلات kinematic equations اللي هي هاي، واضح إنه VY final قلنا إياها، VY initial معروفة، ال G معروفة، والtime صار معروف من الفرع الأول. بنعوض بهاي المعادلة، بدل VY initial 10 بدل G 9.8 السالب لأنه الأكسلريشن بيكون باتجاه الأسفل باتجاه الواي، والتايم من الفرع السابق 4.22 بيطلع معنا الجواب ناقص 31.3. سبب كونه سالب إنه الحجر بينزل للأسفل باتجاه الواي، بينما باتجاه الإكس وبروح باتجاه اليمين باتجاه البوزيتيف إكس، وبالتالي بيكون موجب. هلا الكمبوننتس معروفة، ممكن نحسب الماجنتيود للفيلوسيتي اللي هي السبيد من خلال فيثاغورس. نطبق هاي المعادلة تعويض مباشر، بيطلع معنا الجواب 35.8. في عنا اكزامبل ثاني، في عنا شخص انطلق بسرعة 25 متر لكل ثانية باتجاه افقي. المطلوب نحدد وين هذا الشخص راح يسقط على المنحدر. من الرسم مثلا راح يسقط هون، معنى نحدد وين راح يسقط نحدد احداثيات النقطة اللي راح يسقط عندها على المنحدر، بمعنى نحدد x y لهاي النقطة. الزاوية هاي ما بين الاتجاه الافقي والمنحدر
بتساوي 35 درجة. نيجي لمعادلات الكينيماتيك إيكويشنز اللي لازم نستخدمهم. باتجاه الإكس في معادلة واحدة اللي هي هاي إكس فاينل بدنا إياها، إكس إنيشيال بتساوي صفر لأنه نقطة الانطلاق اعتبرناها أوريجين، الأوريجين إكس واي له يساوي صفر، الفي إكس إنيشيال معروفة والتايم مجهول. إذا هاي المعادلة فيها تايم مجهول وإكس فاينل مجهول. نيجي للمعادلة هاي، معادلة الرابعة باتجاه الواي، الواي فاينل مجهول بدنا اياه، واي انيشيال يساوي صفر، بي واي انيشيال يساوي صفر لانه الشخص انطلق بالاتجاه الافقي، وفي عندنا التايم مجهول والجي طبعا معروفة. اذا هدول المعادلتين بربطوا اكس فاينل بالتايم واي فاينل بالتايم، رح نستخدمهم. نلاحظ استخدامهم، x final بتساوي x initial راحت لأنها بتساوي صفر زائد x initial بالtime، هي أول معادلة. ثاني معادلة y final بتساوي y initial، y initial راحت لأنها بتساوي صفر زائد vy initial بالtime، هذا الحد راح يروح لأنه vy initial بتساوي صفر ناقص نص g في تربيع. هاي أول معادلتين. ممكن نوجد علاقة ثانية بين x final و y final من خلال شكل المنحدر. المنحدر كان هيك، المسافة بين نقطة الانطلاق اللي هي هون نقطة الوصول رح نسميها d، الارتفاع y نسميه هون y final، والعرض رح نسميه x فاينل. الزاوية هاي سميناها فاي، واضح انه هاي الزاوية كمان راح تساوي فاي. طبعا من السؤال فاي بتساوي 35 درجة، واضح من الشكل انه دي كوساين فاي يساوي اكس اف، واضح كمان ان دي ساين فاي يساوي واي اف. ليش؟ لانه اكس اف هي المركبة القريبة، واي اف المركبة البعيدة. عشان هيك عشان اوجد اكس اف ضربت بكوساين، وعشان اوجد واي اف ضربت بساين. بسمي هاي المعادلة واحد وهاي المعادلة اثنين، بعوض المعادلة واحد هون، عوض dxi في t بدل x final، بعوض المعادلة اثنين هون، بعوض نص gt تربيع كله سالب بدل y final، بحصل هدول المعادلتين. هلا هاي المعادلة بعيد كتابتها، راح تصير t تساوي d كوساين فاي على dx initial، وبعوض هاي المعادلة بهاي المعادلة بدل t، بنتج عندي هاي المعادلة. هاي المعادلة برجع بعيد ترتيبها بحيث بخلي دي لحالها. هلا الفي اكس انيشيال معروف، الفاي معروفه، والجي معروفه، اذا هيك بكون حسبت قيمه دي. هلا من هاي المعادله دي معروفه صارت وفاي معروفه، بوجد اكس فاينل. بهاي المعادله دي معروفه وفاي معروفه، بحسب واي فاينل.